مساء الخير أعزائي المشاهدين متابعي برنامجنا العربي بيت للكل، وتحية لجميع زملائي في هذه الحلقة، وتحية لجمهورنا العربي وكل من يتابعنا من خلال الشاشات العربية، شاشة قناة العراقية والقاهرة والأردن وفلسطين الحبيبة. حقيقة المشهد مفرح للغاية من خلال تواجدي في العراق خلال هذه الأيام. تمنيت بأن يكون المشهد مشترك أيضا من خلال برنامجنا العربي بيت للكل بتواجد الأشقاء والزملاء في بصرتنا الفيحاء، بصرة الطيبة والأصالة والجمال. حقيقة هذه البطولة التي جمعت الأشقاء العرب من خلال العراق بتوحد كأس الخليج في بصرتنا الفيحاء وعودة منتخبنا الوطني للعب في أرضه وبين جمهوره بعد فراق لأكثر من 40 عام، وهذه أيضا هي البادرة الجيدة بالنسبة للعراق. وشاهدنا من خلال افتتاح هذا الكرنفال الكبير حفل افتتاح مرعب للغاية بجمالياته، بكل مفرداته، بتسليط الضوء على الحضارة العراقية اللي تمتد إلى العصور القديمة. وأيضا شاهدنا الأشقاء العرب بالاجتماع العربي الواحد، بالنسيج العربي الواحد، بالخطابات العربية الواحدة. وأيضا كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي الأجمل من خلال الماشيتات والعناوين المهمة التي تصدرت المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا كل الزائرين إلى بصرتنا الفيحاء شاهدوا المشاهد الحقيقية لطيبة الشعب العراقي من خلال تقديم المحبة لكل زائر إلى بصرتنا الفيحاء في جنوب القلب. تمنيت بأن تكون هذه الحلقة حقيقة من بيت للكل من خلال هذا الكرنفال والعرس في خليج 25. إن شاء الله الأيام القادمة تكون لدينا زيارات لهذا البرنامج لبصرتنا الفيحاء والاطلاع على أهم التفصيلات لما حدث في هذا العرس والكرنفال، وإن شاء الله التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في كأس خليجي 25. وأيضا كل الشكر والتقدير لكل المواقف العربية الأصيلة التي ساندت وآزرت العراق للعودة من جديد من خلال احتضان الجماهير العراقية في ملاعبها ومن ضمن أراضيها. أهلا وسهلا بكل مشاهدين بيت للكل من هنا من الأردن وتحديدا من مدينة الأوائل السلط. يقال مجتمع بلا تطوع مجتمع بلا حضارة، ومن أبرز السمات التي تقاس بها إنسانية المجتمعات التطوع. اليوم رح نتعرف مع بعض على هيئة شباب كلنا الأردن، وهي إحدى مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. خليكم معنا. يوم التطوع العالمي هو احتفالية عالمية بتحدث في 5 ديسمبر من كل عام، والأهمية هذا اليوم في تنمية المجتمعات والارتقاء فيها حددت الأمم المتحدة هذا اليوم في عام 1985 ليكون يوم يحتفل فيه في غالبية دول العالم. تمام جدا يا سلام. النهاردة وجودنا معاكم في بيت للكل الحقيقة بنتكلم عن حاجة إنسانية بحتة، نتكلم عن العمل التطوعي. إزاي أقدر أكون متطوع؟ يعني أقدر من وقتي، من حياتي، حتى من أموالي، أي حاجة أقدر أقدمها بشكل إنساني لمساعدة الغير، مساعدة إنسان، مساعدة ناس محتاجة، مساعدة بلدي، مساعدة الوطن، مساعدة المجتمع اللي أنا عايشة فيه، مساعدة لدولنا العربية، كل ده بيندرج تحت العمل التطوعي. النهاردة حالات إنسانية كتير هنشوفها ونسمع عنها. الأجمل إن إحنا لما نشوف مؤسسة أو إنسان بيقود هذه المؤسسة وبيحاول ينشر العمل التطوعي، ينشر الخير والإنسانية، كفاية بس إن أنت تطبطب على إنسان، إن أنت تحتوي أطفال صغيرين، إن أنت تكون جنب روح الإنسانية عندما يفتقد الناس الإنسانية تجاه أهليهم، أصحابهم، ناسهم، أو حتى أولادهم الرضع. مؤسسة هنلتقي فيها وأنا في انتظاركم بإذن الله.
حقيقة نتحدث في محور حلقتنا الهام من برنامجنا العربي بيت للكل، وحقيقة الشراكة العربية في قضايا متشابهة في بلداننا العربية، ودائما نقول بأن هناك شعب فتي يقدم ويعطي من أجل الآخر، وخاصة في مجال الأعمال التطوعية لدينا نماذج حقيقية في العراق قدمت وساعدت، بما أنه مرينا بظروف استثنائية في أصعدة مختلفة في ظروف ثانوية تواجدت في العراق، فأصر الشاب العراقي على تقديم ومد يد العون إلى الآخر. ضيفنا اليوم هو أحد الشباب اللي قدم حقيقة نماذج مهمة من مجموعة شبابية قدمت لمن يحتاج المساعدة، وخاصة في مدينة أو محافظة ذي قار في الناصرية العزيزة، هذه المدينة الزاخرة بالإرث الثقافي والإبداعي، وعلى مجمل الأصعدة تشاهد المشهد يتصدر إلى الناصرية. خلينا نرحب بحيدر الأنصاري في برنامجنا العربي بيت للكل. مساء الخير أستاذ حيدر، منورنا. مساء الخيرات أستاذ أحمد، شكرا جزيلا على الاستضافة اللطيفة هاي. حياك الله. نتحدث عن حملة صدى التغيير، هذه الحملة الإنسانية. بالبداية خلينا نتعرف ليش صدى التغيير هذا الاسم. شكرا جزيلا. صدى التغيير المعنى العام، المفهوم صدى التغيير هو ذلك الشخص البعيد الجالس في تلك الزاوية البعيدة الذي لم يسمع بصوت التغيير، فإنه من المؤكد قد سمع صداه، فنحن صدى التغيير. هذا الاسم. هذا الاسم من خلال صدى التغيير حقيقة نشاهد أعمال وجهود كبيرة من خلال ما يظهر على الشاشة، أيضا هناك أعمال لبناء منازل. صدى التغيير لمن تساعدون ولمن تمدون يد العون ولمن تقدمون المساعدة؟ صدى التغيير كفيلة بإيصال أو مد يد العون لكل شخص محتاج بوطننا الحبيب أو جميع بلداننا العربية. نعتز يعني بتقديم الخدمات لهم الإنسانية، ونحن يعني قد ما نطيهم نقدم خدمات وعطاء نكون مقصرين بحقهم، لأن ذولا أبناء جلدتنا أبناء وطننا يستاهلون أن نقدم لهم نطيهم على مود نقدر نكون قد مكناهم شيء قليل على مود يقدرون يشقون طريق حياتهم، ممكن يكملوا مدارس، يعيشون حياة كريمة وزاخرة. احنا انتم بديتوا هذا المشروع من مجموعة شبابية عام 2014. نعم. شهر الخامس بالضبط. شاهدنا من خلال تقديم المساعدة بأن تبحثون عن العوائل المستحقة فعلا، المستحقة فعلا أن تقدم لها المساعدة، من الأيتام. أكيد. بنيتوا دور سكنية. نعم. بحد ذات الإنجاز لبناء مساكن ودور سكنية وسقف يأوي من يحتاج إلى السقف في ظروف استثنائية يمر بها البلد، شيء كبير حقيقة ومفرح. الحمد لله. كم سقف سويتوا لإيواء المحتاجين؟ لغاية الآن احنا بعد تقريبا مرور 9 سنوات يعني سقفنا 173 بيت. 173 أما كبيوت منجزة، يعني عندنا مجمع سكني بي تقريبا 15 وحدة سكنية. مساحة الوحدة السكنية هي 100 متر تحوي يعني على غرفتين، على صالة، على صحيات، على باحة خارجية، بالإضافة إلى البيوت الأخرى يعني العشوائيات اللي منتقلة يعني بالمدينة. بس كمجمع خاص بوحدة سكنية هي 15 بيت عندنا على حدة. 15 بيت. نسأل اليوم هذه يحتاج لها أموال حقيقة. عندكم جهات تدعمكم، جهات رسمية، مؤسسات رسمية، لو يكون التعاون بينكم كفريق يعني وتقدمون واحد للثاني المساعدة من خلال جمع أموال بيناتكم وتبنون هذه المنازل. فكرة العمل التطوعي أنه يعني ما يصير لازم تكون يعني محكمة أو محتكرة على فد مورد واحد معين، لازم أنت تكون اليوم إيديك مفتوحة للجميع. أما كفريقنا هو فريق مستقل بحد ذاته، متابع جهة سياسية أو حزبية أو حتى دينية. إحنا اليوم يعني اعتمادنا الكلي على أعضاء الفريق اللي هم تقريبا يصل أعدادهم من 50 إلى 100 شخص. يعني تعرف أكو ناس تنظم أكو ناس تطلع حسب ظروف معينة. كل شهر احنا لازم مطالب هذا العضو المعين انه يدفع اشتراك شهري، قيمة معين. هذا الاشتراك مبلغ معين هو 10,000 دينار. بهاي العشرة ممكن نتصرف، ممكن يوم نروح نزور فد بيت معين محتاج انه نسقف له او يحتاج انه نبنيه من جديد. بهذا الاشتراك يعني نجمع شهريا نقدر نشتغل من عدة، نشوف هذا الشهر مثلا راح نشتغل هذا البيت، الشهر الجاي راح نشتغل بيتين ثلاثة وهكذا. اليوم الفريق التطوعي لازم يخلي آلية عمل ويخلي في السياسة عمل انه يقدر يشتغل من خلالها، ما يصير يعني يعتمد على واردات اخرى. لازم هو يكون فد يعني فشي جديد يضيفه العمله. هذا التطوع يحتاج كوادر، احنا نشاهد خاصه بناء المساكن تحتاج لها كوادر. صح. كوادر هندسيه للبناء والتخطيط وايضا يد عامله، وايضا حتى المسقفات تحتاج مثل ما نقول حداد يعرف هذه المهنه. صح. والقياسات واللحام وكل هذه الامور. انتم تخصصاتكم بعيده عن هذه المجالات، يعني انت تخصصك هندسه زراعه. اللي عرفته من خلال قبل ما ندخل لجو البرنامج قلت بأن إحنا قمنا نعمل بيدنا، اللي قام يبني واللي قام يكون مكان الحداد، فأيضا
شيء مفرح بأن تعلمتوا أيضا مهن حتى تستطيعون إكمال هذه المنازل للمحتاجين. بالضبط. إحنا اليوم يعني كأعضاء هم يعني اختصاصاتهم يعني متنوعة، بهم اللي بالطبية، بالهندسة، بالزراعة، بهم اللي كاسب اللي يعني يعدوب يعني يطلع يشتغل شغلة عادية. فإحنا اجتمعنا بحب عمل تطوع، قدرنا نوظف وقت معين من يعني من حياتنا اللي بكان ما نقضي بالقهوة أو نقضي مثل ما عدنا شغل عمل، هذا الوقت قدرنا نكرسه أنه نفيد الناس اللي محتاجتنا. اليوم تعلمنا شلون مثل ما نقول نبني، تعلمنا شلون نكون حدادين، تعلمنا نشتغل كهربائيات، حتى بالسباكة تعلمنا. احنا قادرين أنه نتعلم أي شيء في مجال أنه نخدم الناس، أنه نقدم فد خدمات يحس المقابل بها تكون ملموسة. فالحمد لله يعني احنا فخورين بنفسنا وتعلمنا هاي المهن، بنفس الوقت فخورين بنفسنا انه جاي نقدم هذا العطاء لهاي الناس على مود تقدر تعيد نفسها. حقيقه يعني احنا ايضا فخورين بكم كشباب وهذه المجموعه الشابه الجميله بان تقدم المساعده للمحتاج. نسال، انت ذكرت ايضا نقدم مساكن، البعض يقول لك شلون يختار العائله وكيف يعرف بان هذه العائله هي تكون المفروض باولويات قبل غيرها؟ شلون تسلمهم المنازل؟ اليوم المسؤوليه يعني جدا كبيره يعني بالنسبه لنا. اليوم ليش نختار عائله سين على حساب عائله صاد؟ فاليوم انت مطالب انه لازم تكون شفاف يعني يكون مصداقيه عاليه ويا الناس، تعرف هاي تبرعات، انت مسؤول امام الله قبل ما تكون مسؤول امام الناس. اليوم احنا لازم نروح ندور الناس اللي مستحقه فعلا ايا كان، مو الا داخل المدينه، ممكن حتى خارج المدينه. يعني يفضل ان تكون عائله ايتام، ما عندهم راتب، ما عندهم معين، ما عندهم فد متر بهذا الوطن يعني. نقدر نقدم لهم خدمات، يفضل ان يكون يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه الى اخره. يعني اكو هاي متطلبات، تلقى عائله ممكن بيها بس بنات، تلقى عائله بيها بس اب كبير وام كبيره وما عندهم شخص يعيلهم، فذولا مستحقين. فهي شيء يجي تبع شيء ها تقدموا من خلال ما تطلعون وتكشفون على العوائل ومن بالضبط. المحتاج اكثر ونسال عليهم كذلك. منو اللي يعني شنو طموحكم بالمستقبل من خلال ما تشوف اليوم انتم جاي تقدمون مساكن للمحتاجين وعمل شبابي حقيقه مفرح للغايه، لان اهم شيء للانسان هو يجد سكن. صح. في اي بلد من البلدان على صعيد العراق، مصر والاردن وفلسطين، الانسان يلقي مسكن يقوي من حر الصيف وبرد الشتاء وايضا يحافظ على عائلته بداخله. هذا حلم اي انسان، حتى الشاب من يطمح يقول لك انا احاول اكون اسره، يكون عندي منزل وبيت. انت جاي تحقق هذا، لكن طموحكم بالمستقبل شنو؟ طموحنا انه يعني يفضل او يعني نقول هي دعوه يعني من داخل قلبنا انه ما يكون احد محتاج سكن، الكل انه قاعد ببيت، هذا البيت يكون يعني محترم ويليق بهاي العائله اللي ساكنه به. احنا طموحنا الكبير انه نبني مجمع اكبر من المجمع اللي بنيناه. احنا اليوم ضد العشوائيات اللي جاي نشاهدها بمحافظاتنا وبلداننا. نأمل انه تكون عندنا مساحة كبيرة من الارض، وهاي المساحة نقدر نبني عليها اكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، وتكون هاي قرية تلم هاي الناس البسطاء، تصير بيها محبة، تصير بيها ألفة، ومن خلالها ممكن نسوي يعني فالتكوين بمجتمعنا يعني جديدة، أو تضيفنا لمسة فنية حلوة. من خلال يمكن اللي تابعنا اليوم من خلال برنامجنا بيت للكل يسأل بأن يقول حيدر من موجود، شو ممكن أتواصل وياه؟ شو ممكن أقدم المساعدة وأتواصل وياكم من أشوف عائلة محتاجة أو أنتم تقومون بأعمال لبناء دور سكنية؟ على أي طريق يتواصل وياكم؟ إحنا يعني كرسنا مواقع التواصل يعني بشكل إيجابي إنه اليوم استخدمنا مواقع التواصل استخدام امثل، انه يعني خلينا عندنا صفحات، صفحتنا احنا على الفيسبوك او على الانستا او حتى على اليوتيوب باسم حمله صدى التغيير شبابيه تطوعيه، بالاضافه الى يعني صفحاتنا الخاصه يعني باسمي او اسماء اعضاء الفريق. اليوم المناشدات تجي بكثره يعني. اليوم الكل قاعد ويكنك ويراقب ويشوف ويطلع، فممكن يجذبه فد منشور معين، يجذبه فد عائله معينه، فيدز لنا اللي يحتاجه او يستفسر عنا، واحنا حاضرين اجابه اي سؤال. والنعم ما تقصرون. عددكم ايش قد؟ بديتوا ب 2014 ايش قد كان عددكم؟ واليوم ايش قد وصلتوا؟ بدينا 2014 15 شخص. 15 شخص. يعني كل احنا كنا طلاب كليات. هسه الحمد لله تقريبا احنا اعدادنا يعني تفوق ال 100 شخص من اعضاء وبين مشتركين. اليوم العضو يعني بالفريق يطلع لازم يشترك يعني يقدم خدمات يعني فجهد ميداني. المشترك يطي بس يعني الاشتراك الشهري من خلاله نقدر نشتغل. فاحنا اليوم مشتركين ومتطوعين نفوق ال 100 شخص يعني. 100 شخص. ما شاء الله. ان شاء الله يزيد هذا العدد. الله واحنا كلنا ثقه بالشاب العراقي، يعني هذا البلد الولاد حقيقه، بالانسان اللي تشعر بالانتماء لبلدها وتشعر بالفقير والمحتاج. ويعني اقول الله يوفقكم حقيقه بتقديم المساعده، خاصه بايجاد
منازل للمحتاجين. شو تحب تقول كلمة في نهاية هذا اللقاء من خلال برنامج عربي حقيقة يبث على 4 قنوات؟ شكرا جزيلا حضراتكم، هاي أهم شيء. شكرا لكل شخص يحس بالمسؤولية تجاه وطنه وبلده، تجاه أبناء مدينته وأبناء وطنه بشكل عام، ويعني ولحمتنا العربية كلها. اليوم إحنا مثل ما نقول إيش ما نقدم إيش ما نطيح نصبح مقصرين أمام هاي الناس. واجبنا هذا اتجاه أبناء مدينتنا بالأول، أبناء وطننا بالآخر، واجبنا الإنساني هو ممكن نقدم هذا العطاء. ويا دوب إن شاء الله كون قد وصلنا رسالة مهمة للشخص العراقي والعربي بشكل عام. إن شاء الله. شكرا لك، نورتنا في برنامجنا بيت للكل، وانقل تحياتنا وسلامنا من برنامجنا بيت للكل لكل أعضاء هذا الفريق اللي هو صدى التغيير حقيقة، اللي نحتاج دائما للتغيير في كل سياسة حياتنا الاعتيادية. كل التوفيق لكم. شكرا لك. وأيضا أنتم زملائي من برنامجنا العربي بيت للكل، شاهدنا المشهد. ما نحتاج نذكر بأن يوم عالمي للتطوع، نحتاج كل يوم للتطوع والبحث عن من يحتاج المساعدة ومد يد العون. لكم الصوت والصورة زملائي لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل. امتنان، سعادة، فخر، قوة، حياة، عون، عطاء، تعاون، طموح، سلام، انتماء، رضا. الواحد لازم يخدم مدينته، لازم يساعد أهله، لازم يساعد الناس اللي بيعرفهم اللي ما بيعرفهم في المدينة، وحاولنا نساعد قد ما نقدر. هو أساس الحياة، يعني حلو الإنسان يكون بترك أثر، كثير شعور حلو يعني إنك تكون راضي عن حالك إنك بتساعد ناس، هذا الإشي بنعكس عليك إيجاباً يعني قبل أي إشي. اليوم رح نتعرف مع بعض على هيئة شباب كلنا الأردن، وهي إحدى مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وهي الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء مهند الواكد، وأيضا الناشطة الشبابية والاجتماعية العنود أبو حمور. بنحكي لكم أهلا وسهلا وسعيدين بوجودكم معنا اليوم في بيت للكل. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم، ومشكركم على هاي الاستضافة، ومشكر برنامج بيت الكل بيت العرب، وفي منقدم بهاي المناسبة أسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول العام الجديد على الأسرة الأردنية الواحدة وعلى كل العرب. نعم، يعني إذن يعني العنود اسمحي لي أبدأ من عند مهند، كونك منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء، اليوم حابين نعرف أكثر عن هذه الهيئة، متى تأسست وأهم الأهداف والفعاليات أيضا التي تقام؟ سيدي، هيئة شباب كلنا الأردن تأسست في مبادرة ملكية من جلالة سيدنا في عام 2006، رأت النور هيئة شباب كلنا الأردن في 5/10/2006. انطلقنا بعدها في حملات تواصل في كل محافظات المملكة، وبال2008 درجنا تحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وأصبحنا البرنامج الخامس لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. وأيضا بلشنا في أنشطة وبرامج مختصة في العمل الشبابي والتطوعي. البرامج والأنشطة اللي بتقدمها هي شباب كلنا الأردن هدفها اللي هو تمكين ورفع قدرات الشباب في مختلف الجوانب، سواء اجتماعية واقتصادية وثقافية وأيضا سياسية، وتحقيق رؤى جلالة سيدنا في نظرته للشباب الأردني بأن الشباب الأردني اليوم يكون قادر وشباب حامل للرسالة، رسالة الأردن ليترجمه على أرض الواقع. يعني جميل جدا، احنا نعرف انه الاردن يعني مجتمع فتي، واحنا الشباب عندنا ب يعني كثره، ودائما بنحب همه الشباب اللي موجوده خصوصا في العمل التطوعي والمبادرات، وعندنا العنود يعني احدى الامثله. العنود، حاب اعرف بدايتك مع العمل التطوعي وايضا حبك وشغفك، يعني كنا نحكي حكيتي لي انا بحب العمل التطوعي. أول شيء يعطيكم العافية وشكراً على تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع. التطوع يعني مهم جداً، مش بس للشباب، لكل الفئات العمرية. يعني أنا سألتني عني أنا شخصياً، بدأت بمجال التطوع من أنا وعمري 12 سنة، وبالحقيقة أي شخص انخرط بالأعمال التطوعية رح يميز بالفرق بشخصيته، حتى سواء بالمدرسة بالمنزل، لما ينتقل للجامعة
كمان وبالشغل كمان حيشعر بأنه فعلا هو شخص مميز لأنه هو انخرط بمجتمع. إضافة لأنه التطوع بشكل عام هو أنه علاج لنفسك، لأنه أنت بتقدم أثر إيجابي على المجتمع، وهذا الإشي رح ينعكس عليك لما أنت نعمل عمل تطوعي بمكان وبعد سنة تمرق من جنبه وتشوف أنه هذا أنا كنت سبب في أنه يتغير والناس تيجي لهون وتشوفه بطريقة مختلفة، كشريك وكمغير يعني. بالضبط. وبرضه كمان أهم المهارات اللي بتنعكس على الأشخاص المتطوعين اللي هي المهارات الاجتماعية، مهارات القيادة، أنا بدي أتحمل مسؤولية هاي المبادرة وبدي أعملها بكل شغف وحب لأنه أنا بدي أغير بهذا الإشي. برضو كمان مهارات تحمل المسؤولية، مهارات التفكير الإبداعي، لأنه الإبداع دائماً أنه أنت تنظر للشيء بطريقة غير مألوفة. أنا اليوم بدي أشوف حلول وابتكارات اجتماعية مثلاً لطريق ما بيوصلها مثلاً مواصلات. فاليوم أنا بدي أقوم بأعمال تطوعية لحتى إحنا مثلاً ننشر رسالة إنه خلينا نوصل مثلاً مواصلات لهذا المكان، فبعد سنة تشوف إنه صار هذا المكان، صار في مواصلات، هاي المدينة صلت الضوء على هذا الإشي. فالتطوع مش بس بالأردن، يعني ما بننظر بكل المحافظات الأردن، ما بننظر أنه تطوع بس أنه أدهن رصيف أو حتى أزرع شجرة، لا، تطوع بكل مسمياته، ممكن الكلمة الحلوة اللي ممكن خلينا نحكي حملات كسب تأييد لمشاكل مثلاً، حتى تغير المناخ اليوم ممكن أعمل أنا لحملات تطوعية لحتى أغير وجهات نظر. برضو كمان من خلال أنا تجربتي الشخصية، الأعمال التطوعية تقرب وجهات النظر وبتقرب الناس من بعضها، خصوصاً فئات الشباب. اليوم لما إحنا نشغل الشباب وقت فراغ الشباب نضعه بمجال التطوع، نخلي إنه إحنا أشخاص متطوعين لتغيير شيء، أنا اليوم أكسبت مهارات عادت عليه من التطوع لحتى يغير بمجتمعاته ويحس إنه هو جزء من المجتمع وهذا مسؤولية عليه، وزي ما إلي حق إنه أعيش بمكان علي واجب إنه أنا أغير بهذا وأتطوع فيه بدون مقابل، ما أطلع شو المقابل رح يجي، لأنه هذا السمة الأساسية بالتطوع، وإنه التطوع هو ما ننظر له شيء من وخيار من متعدد، هو دائماً الخيار الأول والأساس. صحيح، خيار مفتوح أيضاً للجميع، يعني بأنه يتخذوا قرار التطوع. وبنسمع دائماً أنه المجتمعات المتحضرة هي مجتمعات متطوعة في العادة، تسعى إلى التطوع، وهذا أحد أهم أهداف هيئة شباب كلنا الأردن. مهند، نحكي شوي عن همة الشباب، كيف عم تشوفها؟ يعني إحنا اليوم تركيزنا على الشباب، والعنود حكت وجهة نظرها من هذا الموضوع، همة باقي الشباب وانخراطهم كيف عم بيكون؟ يعني اسمح لي أني أبدأ من محل ما انتهت زميلتنا عنود. اليوم التطوع أصبح ثقافة، واليوم زي ما تفضلت، اليوم الدول المتحضرة أغلبها هي مبنية على ثقافة التطوع، وإحنا دورنا كهيئة شباب كلنا الأردن أنه نعزز هاي المفاهيم من خلال البرامج اللي مننفذها. بجوز الهدف الأساسي عندنا كهيئة شباب كلنا الأردن أو عنوان العريض اللي هو تعزيز قيم المواطنة عند الشباب تجاه مجتمعاتها، أنه اليوم يجب أن يكون الشاب عنصر فاعل في مجتمعه، يجب أن اليوم الشباب يقدموا نوعا ما يكون لهم أثر وبصمة إيجابية في المجتمع. اليوم الدور اللي بتتركه هيئة شباب كلنا الأردن جزء هو منطلق من خلال رؤيتنا إحنا كهيئة شباب كلنا الأردن. الهدف الأساسي اللي تعمل عليه الهيئة اليوم هو مؤسسة العمل التطوعي ومؤسسة الفكر التطوعي عند الشباب من خلال مشاركتهم. فمنشتغل على بناء قدرات في اللغات، بناء قدرات في المهارات الحياتية عند الشباب، ورفع قدراتهم، رفع قابلية الشباب في التشغيل والتوظيف. بجوز كمان إحنا بهيئة شباب كلنا الأردن البعد العميق عنا إنه اليوم إحنا بنشوف وين المشاكل اللي بتواجه الشباب. اليوم عنود إحنا بنحكي لذة العطاء مختلفة، وأنت ذكرتي بأنه أنا عم بفيد مجتمعي ولكن بنفس الوقت عم بفيد نفسي. نحكي عن الجانب النفسي عند كل شخص عم بشارك بأي مبادرة، عم بيعطي فعلياً، وقد ايه فادتك بحياتك الشخصية يعني مش حياتك العملية، هاي فتحت لك أبواب جديدة؟ طبعاً أكيد، لأنه دائماً أنا بحكي إنه ومؤمنة بأنه الحياة فرص،
ولما أنا بعرف شخص وشخصين غير لما أنا أصير أعرف 100 شخص و200 شخص و1000 شخص، مش بس من الأردن، من برا الأردن. إحنا عم نعمل أعمال تطوعية مثلا ممكن يوصل صداها لخارج الأردن، وإحنا برضو كمان عم نسمع الناس بيتطوعوا خارج الأردن كمان نفس الشيء. أنا دخلت تخصص محاسبة وحاصل على درجة الماجستير بالمحاسبة، ولكن شغفي بالعمل التطوعي كان كبير، كان هو بيكبر كل ما أنا بكبر، يعني أبداً ما اختلف. وهذا الشيء نبع من الأثر الإيجابي اللي شفته. أنا كنت طالبة بالمدرسة مختلفة عن صديقاتي، وكنت أحس أنه أنا أكبر من عمري، لحد ما وصل الأمر بأنه أنا صرت بدي أدرب فريق لحتى يكونوا قادة مبادرات. بعدين نفكر بمشاكل أو المشكلة هي فكرة، يعني فكرة لحتى حلول، نلاقي حلول مثلاً لمبادرة إحنا بحاجتها، مبادرة صحية، اجتماعية، تعليمية. هذا الإشي طبعاً له أثر نفسي على الشباب المتطوعين. يمكن اللي ما عمره شارك بأعمال تطوعية ما حيشعر بلذة الوصول لسعادة ناس أو سعادة مجتمع، وكيف لما أنت بدك تعمل إشي يغير بوطن كامل مثلاً. ومؤسسة العمل التطوعي كثير إشي مهم. إحنا اليوم داخلين الأردن داخل على مئوية ثانية، وهي مئوية الشباب. فاليوم إحنا بدنا ننطلق بنفس جديد، إنه فعلاً إحنا كان في أعمال تطوعية كثير مميزة وما زلنا، وبدنا أكثر كمان. بدنا نفكر بخارج الصندوق، نفكر بأنه فعلاً إحنا بدنا نعمل على مؤسسة هذا العمل التطوعي لأهميته. مؤسسة العمل التطوعي بتنعكس أكيد على الوطن، وبتنعكس على أبناء المجتمع. وبنعرف مع المئوية الآن يعني هناك دائماً تسليط ضوء على الشباب، ونحكي بأنه هم المستقبل، ودائماً جلالة الملك ما يؤكد يعني وولي العهد على هذا الموضوع، وداعمين جداً للشباب. مهند، كونك في هيئة شباب كلنا الأردن، واسم الهيئة مختلف، يعني هيئة شباب كلنا الأردن، اليوم نتحدث من محافظة البلقاء تحديدا، ولكن باقي محافظات المملكة، كيف هي المبادرات؟ كيف هو العمل؟ هل العمل يعني بالنهاية على قدم وساق بيد واحدة، أم هو منفصل بين المحافظات؟ اليوم هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء هي نفس شقيقاتها في كل محافظات المملكة، بنقدم نفس النوعية البرامجية، باختلاف انه احنا بنراعي في خطتنا البرامجية دائما انه كل محافظة لها ميز مختلفة واوضاع ومبادرات ونوعية مبادرات مختلفة. يعني عندنا في محافظة البلقاء نوعا ما احنا محبيين في طبيعة جغرافية مميزة عندنا في محافظة البلقاء، قد بنفس اللحظة بتشوف انت اكثر من مناخ موجود في نفس اللحظة، مناخ غوري، مناخ جبلي، تنوع. فهذا الشيء أيضا بيخلينا كهيئة شباب كلنا الأردن في محافظة البلقاء مثلا يكون في عنا نوعية مبادرات مختلفة عن أكيد اللي بتلاقيها في محافظات أخرى. ولكن بالإطار العام بالخطة البرامجية إحنا خطتنا هي متشابهة في كل المحافظات. يعني أنا كنت سعيد جداً بوجودي في هذه الهيئة وفي محافظة البلقاء، وشكراً لك مهند الواكد، وشكراً لك العنود، أنت مثال نفتخر فيه، مثال لشباب أردني فعلاً واعد لمستقبل يعني مبهر. فشكراً جزيلاً ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. إذن كنا معكم من هيئة شباب كلنا الأردن، وتحديداً من محافظة البلقاء. شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء. بنرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبهاي الفقرة الخاصة من فلسطين اللي عم نتحدث فيها حول العمل التطوعي في فلسطين بشكل خاص، وهو عمل تكاملي ما بين الدول العربية لحتى نوصل لتنمية بشرية حقيقية في بلداننا العربية. يسعدنا أن نستضيف معنا صبية نادين صبار، المتطوعة الشبابية في خدمة المجتمع الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. طيب عارفين على حالك شوي، على طبيعة عملك اللي بتقدمي للشعب الفلسطيني. أنا اسمي نادين صبار، خريجة إنجليش لتريتشر وفرعت أعلام رقم جديد. الإشي اللي درسته بالجامعة ما كان له دخل في مجال حياتي. هذا اللي كل الناس بيصير معهم. أنا قررت أروح لمجال التطوع من وأنا طفلة، وعيت على التطوع وحب التطوع، كثير تطوعت في حياتي. بس بعد ما تخرجت من الجامعة وخلصت مدرسة صار في عندي وقت أكتر، فصرت عم بكرس وقتي إني أعبيه بالتطوعات بطريقة أكبر، يعني من قبل كان يكون في التزامات. حالياً
بحس إنه التطوع إشي كتير مهم، جزء ما بتجزأ من حياتي، مرتبط اسمي حتى بين صحباتي إنه نادين دائما بتتطوع، نادين دائما بتطلع تشتغل بتساعد الناس. بالضبط. فإشي كتير حلو. نادين أنت عمرك 24 سنة. صحيح. طيب هلا هذا العمر خليني أقول هو عمر الشباب، الطاقة. صح. اللي بحب الإنسان إنه يثبت حاله فيها ويكون في عنده كارير بحياته. طب هلا أنت اخترتي هذا المجال، هل هذا بالفعل شكل لك إنه يكون في عندك يتحول هذا العمل التطوعي لمهنة حقيقية بالنسبة لإلك؟ هلا ما بزبط تطوع ومهنة. أيوة. يعني معروف، يعني خليني أسميها بالضبط إنه هي كارير باث بالنسبة لإلك. بالزبط. طريق ممكن يعني. أيوة. بس أنا مثلا عندي شغلي الخاص، فلما بيكون في عندي دوام أنا بداوم بمكتبي، بس لما بيكون في عندي وقت فراغ أنا بلجأ للتطوع. ما بفضل إنه مثلا اليوم عطلة لا بدي أقعد بالبيت، لا بفضل إني أطلع وأساعد. إيش بقدر أقدم؟ بحب إني أقدم. الإشي صراحة أنا بستفيد منه شخصي كنادين قبل ما بفيد الناس اللي عم بقدم لهم هاي الخدمة. الإشي بنعكس علي، على شخصيتي، على حياتي، ثقافتي، المهارات الحياتية اللي عندي، لأنه أنا بقدم إشي باخد مقابله كتير أشياء. أنا بفيد وبستفيد، والحمد لله بستفيد قد ما بفيد يعني. بالضبط. طيب شو بتفيدي؟ شو بتقدمي للمجتمع؟ هلا وأنا صغيرة لما بلشت بالتطوع بعمر 9 سنين تقريبا، كانت التطوعات أشياء كتير بسيطة، ما كنت أحس إنه عليها أثر كتير ملموس. بس لما كبرت كنت سنة تانية جامعة وسمعت عن برنامج اسمه تميز في منتدى شارك الشبابي، بيقدم خدمة لطلاب الجامعات وتطوير مهني وكل هاي الأشياء، فحبيت إني أشارك. دخلت في منتدى شارك، التجربة اللي ما بندم عليها نهائياً أبداً، فتحت لي أفاق كتير كبيرة. منتدى شارك هو بيعتمد على الشباب وعلى عمل الشباب وروح الشباب، فأنا كان عندي طاقة كتير كبيرة لازم أوظفها بطريقة صح، فلقيت إنه شارك هو المكان الصح. شارك بيشتغل على عدة مشاريع من عدة جهات مشتركة، بنشتغل مع كافة شرائح المجتمع. أي مشروع بيجينا بيحتاج ناس معينين، خدمات معينة، إحنا بنكون معهم. يعني كنادين مثلا فترة كورونا الناس كانت كلها في حجر، ممنوع حدا يطلع، أنا تطوعت مع الشباب، المجموعات الشبابية اللي كانت تطلع، اللي هي لجان الطوارئ كان اسمها، تطوعت فيها. بعدها بفترة مع شارك نزلنا على المناطق المهمشة، مناطق سي اللي هي للأسف السلطة الفلسطينية ما بتقدر توصلها بشكل سهل. مزبوط. إحنا نزلنا على المصابين، قدمنا دعم نفسي، دعم معنوي، حكينا معهم، غيرنا لهم جو إنه الموضوع كتير بسيط وفترة وبتعدي، وخلصت فترة كورونا على خير يعني. كان في كتير مشاريع تانية، أو كل مبادرة بتترك أثر معين وإشي لطيف فيه. هذا العمل نادين هو عمل إنساني بالأساس. أكيد طبعا. يعني في جزء بكيان كل إنسان بحاجة إنه يعبيه، إنه يخدم هذا المجتمع اللي هو ربي فيه وهو كبر فيه. صحيح. هلا عم نحكي قاعدين مثل ما حكيتي بالبداية إنه شو بتقدمي وشو بتستفيدي، أنت شو استفدتي من خلال هاي التجربة العمل التطوعي؟ هلا بعيدا عن خلينا نحكي مهارات حياتية وثقافة، اللي أنت بتشوف ناس مختلفين، ثقافات مختلفة ما بين ابن مدينة وبدو، عيشة المخيمات كيف بتختلف من مكان لمكان، فإشي حلو بكون عندك اختلاف ثقافات كتير لطيف. بس بشكل شخصي نادين الواثقة من حالها، نادين اللي بتقدر تساعد الناس وبتآمن إنه هذا الإشي لازم يكون موجود عند كل الناس، لأنه أنا في يوم من الأيام رح أحتاج مساعدة من حدا، فما بدي ألجأ لحدا ما يقبل يساعدني. الخير دائما مردود على صاحبه وعلى اللي عم بتلقى. ما شاء الله عليكي، ثقافه وعلم وحب خدمه المجتمع، يعني شيء بجنن. الله يعطيك العافيه نادين صبار، المتطوعه بخدمه المجتمع الفلسطيني. شكرا جزيلا. نتحدث الان مع المتطوعه الشبابيه ريناد الحموز. اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما حكينا ببدايه هاي الفقره انه التطوع هو عمل انساني. نحكي عن فلسطين بشكل خاص شوي، نحكي عن الحصيدة، حصيدة القمح، نحكي عن جد. صحيح. الزيتون، طلقيط الزيتون. بالزبط. بتلاقي كل القرية اجوا واجتمعوا لحتى يساعدوا صاحب هاي الأرض لحتى يخلص ويحصل على محصوله بشكل أسرع. صحيح. هلأ تبدأ هاي العملية تتطور لغاية ما نوصل لسنة 2023 ونوصل لحدث له علاقة
بيوم عالمي للتطوع. شكله في فلسطين كيف؟ وحثينا بالبداية عن العمل اللي بتقدمه رناد من خلال عملها التطوعي. بداية أنا اسمي رناد الحموز مرة تانية، ناشطة ومتطوعة شبابية في فلسطين، عم بحاول أعمل قصارى جهدي أن أكون خير ممثل للشباب الفلسطيني في محافل دولية ومحافل عالمية. عم بكون متطوعة في عدد كبير من المؤسسات، ونحكي على موضوع التطوع، كيف بلشنا في التطوع؟ هو حاجة المجتمع. احنا واقعين تحت احتلال اسرائيلي مع الاسف، فهي حاجتنا كشباب فلسطينيين نساعد بعض ونكون فعلا عون لبعض. عندنا عدد كبير من البرامج التطوعية الموجودة في البلد، وحلو الواحد جد انه يكون تارك بصمة واثر في كل مكان هو موجود فيه. فانا عم بكون بير ادوكيتر باماكن معينة زي المناطق المهمشة، في الاغوار، المناطق النائية اللي ما حد بيكون مسؤول عنها، بكون مسعفة، بكون متطوعة في عدد من المجالات، بكون مقدمة خدمات إسعاف نفسي أولي لعدد من المرضى وغيره. فتطوع هو فعلا ركيزة ولبنة أساسية في حياتنا، ما بتقتصر على فئات معينة، التطوع هو شامل للكل. طيب أنت قدمتي هاي التجربة وقلتي أنك أنت peer educator، يعني صحيح. أنت بتطلع على بلدان مشاركة في خليني أقول مجموعة من صحيح. من الدول اللي لها علاقة بالعمل التطوعي، حطين عن هاي التجربة. صحيح، سنة 22 كانت سنة حافلة بالنسبة لريناد، كنت عم بشارك في عدد من التدريبات الدولية، شاركت مؤخرا في تدريب دولي له علاقة في الأمن والسلام وكيف إحنا كشباب فلسطينيين نعكس صورة الواقع الفلسطيني من خلال محافل دولية زي إنه نحكي عن صناع السلام. فكان في تدريبي في بلغاريا، وتفاجأت إنه عدد كبير من الدول ما بتعرف فلسطين، فكان دوري إني أسلط الضوء على قضيتنا ونحكي من إحنا، إيش هي فلسطين، ليه أنا موجودة وليه عم بنحكي، نورجي قضيتنا ونورجي شعبنا ونورجي شغلنا والعمل التطوعي اللي إحنا عم بنسعى له وين وصل. فبتخيل لولا العمل التطوعي كان ريناد ما وصلت بلغاريا. هاي أول شغلة. شغلة تانية إنه عم بحاول إنه في كتير قضايا موجودة في المجتمع فعلا هي بحاجة لعلاج وبحاجة لمتابعة. أبرز قضايا موجودة هي مكافحة الفساد، فكنت من سعداء الحظ إن أكون موجودة في مدرسة ليتوانيا اللي هي مدرسة للنزاهة العالمية، فكنت برضو ممثلة لفلسطين لمدة 8 أيام في ليتوانيا، وحكينا فيها عن كيف بإمكاننا نعمل مكافحة للفساد الموجود. من ضمن هاي الأمور إحنا لما نطلع كشباب فلسطينيين نشوف إحنا وين نظرتنا وين رؤيتنا للشباب. إحنا دائماً عم بنحاول نعطي صورة فيها كلها أمن وسلام واستقرار لشبابنا، ولكن إحنا دورنا نعزز موضوع التطوع ونركز على كيف إحنا فعلاً نكون متطوعين قادرين نثبت حالنا في كل مكان إحنا فيه ونترك بصمة لإلنا. لأنه إذا إحنا ما تركنا بصمة مين حيترك بصمة؟ إذا إحنا تركنا بلدنا بدون تطوع مين يلي حييجوا يتطوع؟ كل ما لنا عم بنشوف مع الأسف شبابنا عم بتروح للمستوطنات لأنه ما في فرص عمل لإلهم، ولكن إحنا عم نتطوع حتى نبين لشبابنا ما تروحوا. أو الهجرة اللي عم بتصير فعلا. طيب رناد، أنت من ضمن الأعمال التطوعية اللي أنت بتقدميها مساعدة نفسية لمرضى السرطان. إحنا عم نحكي عن إشي كتير إنساني وكتير بحاجة لمجهود عاطفي وذهني لحتى الإنسان فعلا يقدر يقدمه لهذا الشخص. صحيح. كيف بتشعري لما أنت بتقدمي المساعدة لمرضى السرطان، وشو طبيعة المساعدة اللي بتقدميها؟ طبيعة المساعدة هي كانت عبارة عن إسعاف نفسي أولي، عم بنحاول نقدم هاي الخدمة لمرضى السرطان حتى نساعدهم شوي أقل ما فيها يكون في عندهم تقبل للمرض. نعرف لما تيجي تحكي لطفل أنت مصاب بكانسر فهو مش إشي سهل نهائيا طبعاً. لا على أهله ولا على نفسه. فإحنا بلشنا في هاي الخدمة استجابة لعدد من مستشفيات البلد، حسينا أنه عن جد الأطفال عم بمروا في ظروف نفسية جدا تعيسة، فكان دورنا كمثقفين أقران كمتطوعين موجودين في البلد نعرف كيف نعمل تسليط الضوء على هاي الفئة. فبلشنا معاهم، بلشنا بالأهل، أعطينا تدريبات وإسعافات نفسية أولية للأهل كيف يتقبلوا المرض وكيف يساعدوا أطفالهم ويكونوا مصدر آمن لإلهم ما يكونوا مصدر منفر. بعد ما خلصنا شوي من العلاجات الموجودة للأهل انتقلنا للأطفال، قدمنا لهم فقرات من الإسعاف النفسي الأولي، عملنا لهم دعم، سنة كل فترة نزور عندهم. عندنا بعض القصص النجاحية اللي بحب أشاركها برضه من ضمن الأشياء اللي إحنا عملناها، كان في كتير صبايا موجودين أعمارهم من 8 إلى 12 سنة مع الأسف مصابين كانسر، كتير كان صعب عليهم يتقبلوا إن هم جد أطفال ومصابين ووضعهم كتير سيء. كانوا بيوم من الأيام بيلعبوا بالمدرسة فجأة تعبوا وصلوا المستشفى في كانسر وعم بياخذوا في علاج كيماوي، فما كان إشي سهل نهائيا لا على الأطفال ولا على أهلهم ولا علينا إحنا كمثقفين أقران. الموضوع كتير صعب، ما بزبط إن إحنا برضه نفصل ما بين صعوبة المواقف اللي عم بتصير.
بالإضافة كمان إن إحنا كيف عم بنحاول نساعد، يعني إذا بتنتبه من أول يوم إجينا فيه على المستشفى لآخر يوم إحنا وصلنا فيه وإحنا بعدنا شغالين مستمرين في العطاء للمستشفى، عم بننتبه لأنه كيف الأطفال نفسهم عم بيستجيبوا لإلنا، وهاي نقطة نجاح بالنسبة لإلنا وللمستشفى. الطاقم الطبي الموجود هناك عم بحاول يطلب دائما إنه يكون فيه استجابة ودائما فيه يكون زيارات فورية لإلهم. شو مردود العمل التطوعي على ريناد ورسالتك للشباب؟ مردود العمل التطوعي هو أن أقل ما فيها أنا أحس حالي أديت الواجب كشابة فلسطينية، أكون حاسة في كل الأطياف الموجودة بفلسطين، أكون حاملة رسالة فلسطين، وأنا عم بحس في هاي المسؤولية بشكل كتير كبير بهاي الفترة. بلشت أعمل من خلال شبكة الوايبير، عم بحاول أعمل تشبيك مع الدول العربية الشريكة والدول الأوروبية والدول الأجنبية بشكل عام، فعم بحاول أنه كيف أوصل هاي رسالة من شباب متطوعين نوصلها لشباب متطوعين في عالم آخر أو في دنيا أخرى، على أساس جد نعمل ربط لهاي الأفكار اللي إحنا عم نشتغل عليها، وما نشتغل فقط على مستوى محلي، على مستوى عالمي. والخير بروح وبرجع لصاحبه دايماً. دايماً. شكراً جزيلاً لك ريناد الحموز الناشطة الشبابية والمتطوعة في خدمة المجتمع الفلسطيني. شكراً كتير لك. شكراً لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لهون نكون وصلنا لختام هاي الفقرة من فلسطين، ونعود للزملاء. شكراً لكم. مهندس محمود وحيد، مساء الخير وأهلا طبعا، بنرحب بيك وأيضا مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. أولا الاسم حلو جدا، الاسم جي منين؟ وفكرة أن أنت تعمل هذا العمل التطوعي ويبقى مؤسسة، الفكرة بدأت إزاي؟ خصوصا أن أنت مهندس وده ما كانش مجالك، يعني مش مجال دراستك ولا عملك الرئيسي، بدأت الفكرة إمتى وإزاي؟ الفكرة بدأت لما شفت مسن موجود في الشارع وحاولت أساعده وما لقيتش جهات بتساعد أهالينا المشردين بلا مأوى، فمن هنا قررت أعمل كيان مخصوص للناس اللي موجودة في الشارع يخشوا فيه بدون أي روتين ويساعدهم ويعيشوا جواه حياة كريمة. المؤسسة عمرها قد إيه؟ احنا بدأنا كمبادرة، كانت مبادرة فردية مني من 10 سنين 2012، وبعدين خدنا ترخيص رقم واحد في مصر كلها 2016. العلاقة بقى ما بينك وبين وزارة التضامن، يعني دور الدولة فين معاك في المؤسسة التطوعية دي؟ لا، وزارة التضامن دي الأمبريلا بتاعتنا، يعني احنا بناخد تراخيصنا منها، هي الجهة الغطاء الرقابية القانوني، يعني هي الجهة الرقابية كمان علينا، بالإضافة ان احنا كمان اخدنا صفة النفع العام من رئاسة الوزراء، فقدرنا نعمل كمان شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، يعني بقى في بيننا وبين الوزارة مشاريع بالشراكة مع بعض، يعني هم بالمباني وإحنا بالإدارة والصرف على المشاريع دي. طيب نروح بقى للحالة الإنسانية الحلوة، فكرة إن الإنسان يبقى عنده عمل تطوعي، بس العمل اللي عندك الحقيقة عمل صعب. إيه الحالات اللي بتستقبلها وبتنزل فين وبتشوفها إزاي والناس تتواصل معاك إزاي؟ إحنا بنستقبل أهالينا المشردين بلا مأوى كبار السن. لما نقول كبار السن مش معناها إن هم المسنين فقط، لا، هو كل ما هو فوق ال 18 سنة فهو كبير سن، فبنستقبل فئة عمرية من 18 سنة حتى نهاية العمر، كل ده بنستقبله. بالإضافة إن إحنا لما عملنا شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بقينا كمان نشتغل في الأطفال، فبنستقبل أطفال أيتام، بنستقبل الأطفال المعصور عليهم، بنستقبل الأطفال اللقطاء، بنستقبل الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف الأسري أو الإتجار بالبشر. المكان هنا متسع لكم حالة؟ إحنا مش عندنا المكان هنا بس، يعني إحنا عندنا 5 فروع، ده فرع منهم ويمكن ده أصغر فرع ولكن ده الرئيسي. إحنا الفروع بتاعتنا تستقبل حوالي 600 حالة. عندنا داخل المؤسسة 300 حالة، لأن ما عندناش إمكانية للصرف على 600. لما بيبقى عندنا تبرعات أكتر بنستقبل حالات أكتر. أكيد أنتوا بتستقبلوا طول الوقت حالات، نطاق القاهرة الكبرى ولا كمان على محافظات مصر؟ لا، إحنا بنستقبل حالات من جميع عموم الجمهورية، من إسكندرية لأسوان، وعندنا فرق إنقاذ منتشرة في المحافظات. مجرد ما بنتبلغ بحالة بنوجه فريق الإنقاذ بيروح يتعامل مع الحالة وينقلها لينا المؤسسة، ولو ما عندناش فريق إنقاذ في المحافظة دي بنشوف المتطوعين من الأهالي وينقل لينا الحالة المؤسسة. مجرد وصوله المؤسسة بتبدأ بقى
التعامل معاه من أول النظافة الشخصية، بعد كده الرعاية الصحية، نشوف هل هو محتاج مستشفى ولا لأ، نعمله تحاليل وفحوصات كاملة، لو محتاج مستشفى بننقله للمستشفى، بعد ما وضعه بيستقر في المستشفى بنجيبه يعيش داخل المؤسسة حياة كريمة عشان ما يرجعش الشارع تاني. وأنا شايفة يعني طبعا قابلت الناس الحقيقة في مدخل المؤسسة هنا، لكن شايفة كمان صور كده مبهجة لفرق إنقاذ. الفرق دي كلها تطوعية، ناس متطوعة. كل الفرق الإنقاذ في جميع المحافظات هم من الناس المتطوعين. هل هنا بقى إيه الجامعات مثلا بتبعت شباب، الشباب بيجولك من المدارس من الجامعات، بيعرفوا إزاي عن المؤسسة؟ المؤسسة هي ليها نشاط على السوشيال ميديا، وبيقدروا إن هم يشوفوا الحاجات اللي احنا بنعملها، فبيحبوا ينضموا لينا، سواء من الجامعات سواء شباب سواء ناس كبار في السن بتتطوع معنا، ودول كتير جدا، لأن الناس الكبيرة في السن هي متعاطفة جدا وحاسة بالناس اللي احنا بننقذها بالزبط. وبتكون خايفة يبقى مصيرها نفس المصير، لأن احنا مش بس بننقذ ناس فقراء أو ناس عندها مشاكل اقتصادية، لا، احنا بننقذ ناس من عائلات، بننقذ ناس كانت دكاترة وكانوا مهندسين وكانوا يعني من أسر كبيرة، ما عندهمش مأوى، ما عندهمش حد يهتم بيهم، بيحصل ليهم مشكلة ما بيبقوا في الشارع، سواء بقى مشكلة صحية، سواء مشكلة جحود، سواء يعني الزهايمر. أنا شايفة صور مبهجة، صور إنقاذ، صور ناس كبيرة، في شايفة ناس بتتجوز في الصور، في حالات كتير. إيه أصعب الحالات اللي أنت كإنسان حسيت إنه لا الحمد لله إن في مؤسسة تاخد بالها من الناس دي، ولا كل حالات صعبة؟ كان من أصعب الحالات اللي أنا اتعاملت معاها هي حالة سيدة كانت نايمة في بيت مهدود، يعني البيت ده مهدود مكسوم. وهي يعني بالعامية هي عايشة في خرابة، بيت مهدود وهي عايشة على الحطام بتاع البيت ده في أوضة مهجورة كده، وكانت مشلولة تماما إيديها ورجليها، وبتقعد تصرخ بشكل كبير جدا عشان حد ينقذها، مش عارفين بتصرخ ليه يعني. فأنا لما رحت عشان أنقذها لقيت تعبان ملفوف على رجلها، يا خبر. وهي طبعا مش قادرة تتحرك عشان تبعده او بس تعمل حاجه، بس التعبان ده مش اذيها يعني، لا، هو ملفوف على رجلها، والمكان كله بقى الاوضه كلها فران ودود، فمبقتش عارف اعمل ايه، والوضعها كان صعب جدا. فدي كانت من اصعب الحالات اللي صعبت عليا، لان هي قاعده تصرخ مش عارفه تعمل حاجه. وقدرتوا تاخدوها في الاخر؟ قدرنا خدناها، وعاشت معانا فتره كبيره وتوفت. طيب خليني ادخل معاك الحياه بقى جوه المؤسسه. فالحياة اللي أنا شايفها في الصور، شايفة تعليم، شايفة ناس بتتعلم، شايفة ناس بتتجوز، يعني بعد الإنقاذ والناس بتعيش، الحياة بتبقى عاملة إزاي؟ إحنا مش هدفنا إن إحنا ننقذ شخص من الشارع يأكل ويشرب وينام، لا، إحنا هدفنا إن يطلع عضو منتج للمجتمع. إزاي أصنع منه إنسان قادر على رعاية نفسه بعد ما كان غير قادر على رعاية نفسه؟ فهو ده الشغل اللي احنا، البرامج اللي احنا بنحطها للنزلاء. اذا زي ما قلت لي انت بقى بتتولى في ناس بتشتغل بعد كده، بعد ما يخف ناس بقى تتعلم. بنبدا نعمل له حاجه اسمها تمكين. ايه هو التمكين ده؟ التمكين ده ان احنا نخليه قادر على العمل، او نوفر له فرصه عمل بعد تاهيله طبعا. فبنوفر فرصه عمل ليه داخل المؤسسه او خارج المؤسسه، يعني احنا عندنا الامن هو كان حاله، عندنا السواق المؤسسه هو كان حاله، عندنا بعض الاشراف هم حالات، عندنا معظم اللي مسؤولين على الصيانه هم كلهم، مش يعني ما عدا كانوا حالات وبعدين بقوا هم بيشتغلوا، هم موظفين وبياخدوا دلوقتي مرتب. فاذا كان المؤسسه بتشتغل مع بعضها، يعني دايره بتلف بالزبط. ناس بتساعد ناس. انا محتاج للقوه العامله دي في المؤسسه، وفي نفس الوقت هو النزيل ده اولى، لان ده بيته وهيحافظ عليه وهيحس بالشخص لان هو كان في نفس محنته. طيب حالات الزواج بقى اللي انا شايفاها، صور الزواج اللي فوق دي بتتم ازاي؟ يعني هل مثلا بيبقى في ناس بتعرف بعض جوه المؤسسه، ولا بيعرفوا بعض حد من بره، وانتوا بتبقوا بقى ايه دور الاهل، سواء للي هيتجوز كان عريس او كانت عروسه؟ يعني مثلا احنا اخر جوازه كان في عم صلاح ده 60 سنه وجوز، وجوز نورة من المؤسسة 40 سنة، وكان يعني بيقول يا بابا، يعني أنا أصغر منه بيقول يا بابا، فإحنا فعلا بيت، يعني هو جه طلب إيديها مني،
طبعا في مقاييس عشان يتجوز، لازم يبقى مر على شغله سنة كاملة. لو ما انت بتحط مقاييس جوه الدار. ما ينفعش ان انا ادي ولادي لاي حد، لازم حتى لو حد عريس جاي من بره لازم اسال عليه ولازم اشوف هيحافظ عليها ولا لا، بيشتغل ايه، هيقدر يعيشها كويس. وفي بقى شبكه ومهر وقايمه وحاجات كده كل حاجه. كل حاجه هي بنتنا مش بنفرط فيها، وبنجهزها كمان احسن جهاز. الجواز بالنسبه لهم هو الامان، بيت اربع حيطان، حد هو راجع من شغله مستنيه في البيت، ده كله ليه يعني عندهم حاجة كبيرة جدا هم مفتقدينها. الصور اللي ورا حضرتك فيها صور لأطفال تقريبا يعني حديث الولادة رضع يعني، فالصور دي حكايتها ازاي؟ يعني ازاي بتاخدوا الأطفال دي؟ ودي مسؤولية كبيرة، رعاية وأمومة وأبوة، بتعاملوا معها ازاي؟ بقى لنا حوالي سنتين ثلاثة بس في الأطفال. أنا بندم إن احنا من 10 سنين ما عملناش حاجة للأطفال، هي دي البونبونية اللي بتحلي علينا الخير اللي احنا بنعمله. أجمل حاجة في الدنيا التعامل مع الأطفال. الأطفال سهل جدا إرضائهم، الأطفال يعني بيدوكي طاقة إيجابية حلوة جدا، وكمان بنطلع أسر بديلة. يعني ده يعني تايحة متاح، وزارة التضامن الاجتماعي عاملة أسر بديلة، معناها أن الطفل بيعيش داخل أسرة يبقى يعني كفالة، بيكفله بياخده في بيته زي ابنه، مش تبني، هو كفالة وبيعيش معاه وبيكون معاه على طول في بيته مش في الدار. وانت بتتابعه بقى طول الوقت؟ احنا بنتابعه كل 3 شهور. وزارة التضامن الاجتماعي عندها أخصائيين برضو بتروح تعمل بحث للأسرة دي، انه هو في حال كويس، طمنوا عليه. كل 3 شهور لازم زيارة للطفل. السؤالي الأخير هو سؤال شخصي يعني، وأنا يعني لازم أسأل السؤال ده لأنه المشاهد كمان هيبقى عايز يعرف. طيب مهندس وعنده شغله وعنده حياته، أولا أنت عندك عيلة أصلا؟ يعني عيلة، متزوج، عندك أولاد؟ أنا كنت مدير دعم فني في شركة بترول، وعندي شركة مقاولات، وعندي شركة نقل، ومتجوز، وعندي ولد وبنت. طيب عيلتك دي عيلتك الصغيرة بيشاركوك بقى في العمل التطوعي ده هما كمان؟ هما أخدوا أني إحنا كلنا عيلة يعني. أنا هنا في بيتي يعني ممكن أقعد هنا أكتر وقت كبير جدا من البيت يعني. أنا ممكن أنزل من البيت 9 صباحا أرجع 11-12 بالليل، فهنا البيت والأسرة. ويمكن أحيانا بحس أن أنا مقصر معاهم وبتكلم معاهم، فبقول لهم يعني أنتوا ممكن يبقى عندكم أهل وعندكم ناس يسألوا عليهم، أنا بحس أن هنا الناس ما عندهمش حد غيرنا، فلازم كلنا نودهم، كلنا نسأل عليهم. لكن العيلة عيلتك الكبيرة متقبلين الموضوع ده وبيشاركوا وحاسين جدا، وبيبقوا بيجوا بشكل مستمر وبيحبوا ده جدا وبيدعموني. مين اللي زرع فيك العمل التطوعي؟ يعني الوالد، الوالدة، المدرسة، الجامعة؟ يعني العمل التطوعي ده أصله لازم يتبني من جوه الإنسان. أمي الله يرحمها ووالدي ربنا يديله الصحة، هم زرعين فيا ده، لأني أنا طلعت لقيت والدي كان قائم على مسجد، وكان بيجي لنا أسر بتطلب مساعدات وحاجات زي كده تطوعية، فأنا كنت معاه في الحاجات دي فتعلمت ده منه يعني. الكلمة الأخيرة اللي تقولها لناس كتير عندها أوقات كتير فاضية ما بيعملوش فيها حاجة، تقولهم إيه عن العمل التطوعي بشكل عام؟ العمل التطوعي ده إدمان، اللي مجربوش إدمان إيجابي، اللي مجربوش هو فايته حاجات كتير جداً. مش هقول ان هو عنده وقت فاضي، لا، في ناس كتير جدا بتبحث عن السعادة. انا لقيت السعادة في العمل التطوعي. العمل التطوعي احنا بندي حاجة بسيطة جدا، ولكن بناخد مقابلها حاجة كبيرة جدا، وهي الراحة النفسية، السعادة، الامان، حاجات كتير جدا لا تقدر بتمن. فأي حد ما بيعملش عمل تطوعي انصحه ان هو يجرب، وهيدمن ده ومش هيبطل. مهندس محمود وحيد بجد أنا مشكورك جدا يعني، الحقيقة مجهود كبير أنت بتبذله، مجهود من القلب، مجهود بلا مصلحة غير أنك تساعد إنسان زي ما قلت، وفكرة الإنسانية دي هي الأبقى دايما. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكمل المشوار وإحنا معاك متابعين. شكرا جزيلا. الحقيقة يعني اللي ممكن نقوله أو التعليق اللي ممكن أختم به غير أنه الإنسانية هي الأبقى. الإنسانية في كل مكان، تكون في مصر، تكون في الأردن، في فلسطين، في العراق، في أي مكان، في أي مكان في دولتنا، دولنا العربية أو دول العالم، المهم أنه يبقى الإنسان محتفظ بالإنسانية. ده كان وجودنا النهاردة معاكم مع بيت للكل، مع الإنسانية كلها.
دمتم في رعاية الله.